إذن ليس فقط يبذل المجال المغناطيسي قوة على الشحنات المتحركة، الآن سنتعلم أن الشحنات المتحركة أو التيار يمكن أن يحمل مجال مغناطيسي، إذن هناك نوع من التماثل. وكما تعلمنا في حسابات التفاضل والتكامل، وسنقوم بهذا بطريقة صارمة أكثر. المجالات المغناطيسية والمجالات الكهربائية هي في الحقيقة وجهان لعملة واحدة من المجالات الكهرومغناطيسية. على أي حال لا نفكر بهذا الآن، يكفي الآن اعتبار أن التيار يمكن أن يولد مجال مغناطيسي، وعمليا تحريك إلكترونات يولد مجال مغناطيسي ويقوم بذلك على سطح كروي، لا نخوض فيه الآن لأن العملية الطيارية ستولد بعضا من الخيال. ولكن ما يمكن أن تتعلمه في حصص الفيزياء وهي لا تدرس حساب المتجهات بشكل عميق، إذا كان لدينا سلك لنرسم السلك، هذا هو السلك ويحمل تيار معين قيمته I، إذن يحمل تيار قيمته I وسيولد مجال مغناطيسي، وشكل هذا المجال المغناطيسي سيكون هناك دوائر متمركزة حول السلك. لنرى إذا كان بالإمكان رسم هذا، هنا سأرسم كما أرسم تناوب المواد الصلبة في حساب التفاضل والتكامل. إذن المجال المغناطيسي سيسير في الخلف والأمام هكذا. طريقة أخرى للتفكير به، لننزل إلى هنا على الجانب الأيسر من السلك، إذا فرضنا أن السلك في مستوى هذه الشاشة، المجال المغناطيسي سيكون للخارج بهذا الشكل، وفي هذا الجانب، الجانب الأيمن، المجال المغناطيسي سيكون داخل إلى الشاشة باتجاه الشاشة. يمكن تخيل ذلك. إذن يمكن التصور في هذه الرسمة، هذا هو المكان الذي يتقاطع مع الشاشة، وهذا هنا مكان خلف الشاشة، وكل هذا أمام الشاشة، وهنا حيث تقفز، وهنا حيث تقفز داخل الشاشة. أتمنى أن هذا منطقي. وكيف أعرف أن الإلكترونات تدور في هذا الاتجاه؟ حسنا، عمليا هي تخرج عن الضرب المتجهي عندما تقوم بها مع شحنة عادية وكل هذا، لكن لن نخوض في هذا الآن. إذن هناك قاعدة مختلفة لليد اليمنى يمكنك استخدامها، وبشكل حرفي أنت تمسك هذا السلك، تمسك هذا السلك أو تتخيل مسكه بيديك اليمنى وإبهامك يسير في اتجاه التيار، وإذا أمسكت به بإبهامك وتسير بهذا باتجاه التيار، فإن أصابعك ستكون في اتجاه المجال المغناطيسي. لنرى إذا كان بإمكان رسم هذا، سأرسمه بالأزرق. الإبهام يكون على طول، يكون على طول أعلى السلك، واليد تكون حول السلك هكذا بهذا الشكل. هذه الأوردة في اليد، هذه الأظافر. وكما ترى إذا كنت أمسك هذا السلك، لنرسم السلك، إذن إذا كنت أمسك بالسلك الإبهام سيكون في اتجاه التيار، وهذا شيء جيد لنتذكره. ما هو المجال المغناطيسي؟ حسنا، هو يسير في اتجاه الأصابع، الأصابع تقفز للخارج، خارج هذا الجانب، وتخرج على هذا الجانب، وتكون للداخل، ستكون على هذا الجانب، إنها تسير داخل الشاشة. أتمنى أن يكون هذا منطقيا. الآن كيف يمكننا القياس؟ قبل أن نحاول القياس لنحاول فهم ماذا يحدث. تبين أنه كلما تقترب أكثر من السلك كلما كان المجال المغناطيسي أقوى، وكلما ابتعدت يصبح المجال المغناطيسي أضعف، وهذا منطقي.
إذا تخيلت المجال المغناطيسي يتباعد، أي يتباعد، لن أقوم بتشبيهات جزئية معقدة الآن، لكن إذا تخيلت المجال المغناطيسي يتباعد وكلما ابتعدت أكثر وأكثر سيتوزع بشكل أوسع، والصيغة التي سأعطيك إياها فيها نوع من التذوق. لذلك إذا الصيغة للمجال المغناطيسي في الواقع يتم تعريفها بالضرب الاتجاهي وكل هذا، ولكن لأغراض لدينا لا تقلق بشأن ذلك، لكن عليك أن تعرف هذا هو الشكل. إذا كان التيار يسير للأسفل، عندها المجال المغناطيسي سيكون دائري ومتمركز حول السلك. ما هو المقدار، مقدار المجال المغناطيسي هنا؟ مقدار المجال هنا سيساوي ميو، وهو حرف يوناني وسأفسره خلال لحظة. ضرب التيار مقسوم على 2 باي آر. حسنا، هذا فيه شيء مما قلته سابقا، كلما سرت بعيدا عن السلك أو من السلك إذا R أصبحت أكبر، فإن مقدار المجال المغناطيسي سيصبح أضعف، وهذه 2 باي آر هي مشابهة جدا لمحيط الدائرة. هذا سيعطيك فكرة، أعلم أنني لم أثبت أي شيء بدقة، ولكنه على الأقل فإنه يعطي شعورا من نظرة هناك، هذا محيط دائرة وهذا منطقي، أليس كذلك؟ لأن المجال المغناطيسي عند هذه النقطة هو دائري. حجم المجال يساوي نصف قطر الدائرة حول هذا السلك. والآن ما هي ميو؟ ما هي ميو؟ حسنا، هذه هي نفاذية المادة الموجود فيها السلك. إذن المجال المغناطيسي معتمدا على قوى مختلفة، معتمدا على الوسط الذي يوجد فيه السلك، هل هو مطاط أو فراغ أو هواء أو معدن أو غير ذلك. ولأهداف متوافقة مع فصول الفيزياء في مدرستك سنفرض أنه هواء، وقيمة الهواء هي قريبة من قيمة الفراغ وتسمى نفاذية الفراغ. لقد نسيت كم قيمتها الآن لكن سأبحث عنها، لكن تبين لي أن الآلة الحاسبة تحتوي على تلك القيمة. الآن لنحل مسألة ونضع فيها أرقام لهذه الصيغة. لنفرض أن لدينا هذا هو التيار، وهو التيار يساوي، لا أعلم، دعونا نقول أنه يساوي 2 أمبير، ولنقل أنني اخترت نقطة هنا وهي 3 متر، تبعد 3 متر عن السلك في هذا السؤال. وسؤالي لك، ما هو حجم أو مقدار واتجاه المجال المغناطيسي؟ حسنا، إيجاد المقدار سهل، ببساطة نعوض في هذه المعادلة. إذا مقدار المجال المغناطيسي عند هذه النقطة سيساوي، سأفترض أن السلك يمر خلال الهواء أو الفراغ، والنفاذية ميو للهواء وهي ثابت بالرغم أنها تبدو خيالية، ضرب التيار 2 أمبير مقسومة على 2 باي آر. ما هي آر؟ هي 3 أمتار. إذا ضرب 3 وهذا سيساوي نفاذية الهواء ميو، الاثنان مع الاثنان تلغى، إذا هذا يساوي ميو تقسيم 3 باي. إذا كيف نحسب هذا؟ نستخدم الآلة الحاسبة TI-85. أعتقد ستكون متفاجئا إنني مسحت كل شيء. حسنا، لترى كيف وصلت إلى هنا حتى يتسنى تخزين النفاذية. إذا ما سنفعله، هناك ثواني ومن ثم نضغط على هذا الزر الرابع ونسميها ثوابت مبينة لنرى. أضغط على هذا، حسنا، انظر هنا، ميو نوت هي نفاذية الفراغ، هذا ما أريده، ونفسه على 3 باي.
مقسوم على 3 باي، أين باي؟ هنا في إشارة القوة، إذا مقسوم على 3 باي تساوي 1.3 ضرب 10 للقوة سالب 7. تسلا، المجال المغناطيسي سيساوي 1.3 ضرب 10 للقوة سالب 7 تسلا. إذن هذا مجال مغناطيسي ضعيف جدا، لهذا السبب لا يوجد أجسام معدنية حول الأسلاك خلف جهاز تلفازك. أتمنى أن هذا أعطاك فكرة. ترى أن كل هذا يتناسب مع بعضه، حيث أن هذه الشحنات المتحركة ليست فقط قد تتأثر بالمجال المغناطيسي، التيار لا يتأثر فقط بالمجال المغناطيسي أو فقط الشحنات المتحركة، هو عمليا يخلقهم، وهذا النوع يخلق نوعا من التماثل، لأن هذا كان أيضا مجال كهربائي. الشحنة الثابتة تدفع أو تسحب، تدفع أو تسحب من المجال الكهروستاتيكي، وأيضا يخلق مجاله الإلكتروستاتيكي. إذا هو دائما في عقلك، لأنه إذا وصلتم دراسة الفيزياء وستثبت لنفسك أن المجال الكهربائي والمغناطيسي هما وجهان لعملة واحدة، يبدو كأنه مجال مغناطيسي من إطار مرجعي مختلف عندما يكون هناك شيء يصدر أزيز، في حين إذا كنت تسير جانبا إلى جنب معه سيبدو الأشياء متحركة ومن ثم ستبدو كأنها مثل المجال الكهربائي. على أي حال أترككم هنا الآن، وفي الفيديو التالي سأريكم ماذا يحدث عندما يكون هناك سلكين يحملان تيار متوازيين مع بعضهما البعض، وسترى أنهم هل سينجذبان أو يتنافران مع بعضهما البعض. على كل حال أراكم في الفيديو التالي.